اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى نشرة منتصف الليل والمستهل بالعناوين. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يتقدم في حسابه الرسمي على تويتر بشكره للفريق الوطني للمحليين نظير أدائهم البطولي طيلة دورة الشان 2022 وللجماهير الجزائرية على إنجاح هذه البطولة. تعثر المنتخب الوطني للمحليين أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح في المباراة النهائية بملعب نيلسون مانديلا. حفل اختتام منافسات شان الجزائر إبداع تميز وانتماء إفريقي، والشخصيات الرياضية تؤكد كسب الجزائر لرهان التنظيم المحكم والجمهور الأرواح. حفاظا على الذاكرة الوطنية الانطلاق في تصوير الفيلم التاريخي محمد بلوزداد دراما سينمائية من إنتاج التلفزيون الجزائرية. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا مجددا. في المسهل وعقب الأداء البطولي الذي قدمه المنتخب الوطني للمحليين خلال دورة شان الجزائر 2022 رغم تعثره أمام نظيره السنغالي في المباراة النهائية، تقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتشكراته الخالصة للمنتخب الوطني وللجماهير الجزائرية على إنجاح هذه البطولة القارية، قائلا في حسابه الرسمي على تويتر شكرا للفريق الوطني على الأداء البطولي طيلة دورة الشان، وشكرا للجماهير الجزائرية على إنجاح البطولة القارية. تعثر أيضا المنتخب الوطني للمحليين الوطني في نهائي بطولة إفريقيا للأمم شان 2022 بعد انهزامه بركلات الترجيح في المباراة التي جرت سهرة أمس بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. ورغم هذا التعثر فإن الجزائر اليوم انتصرت ونجحت بمستوى التنظيم المحكم والتسيير الراشد لمحفل الشان بكل تفاصيلها، محفل أبهر العالم وإفريقيا، وهذا بشهادة الشخصيات الرياضية التي حضرت هذا العرس الكروي الإفريقي على أن الجزائر قادرة حتى على تنظيم كأس العالم بنجاح بالنظر إلى المرافق والإمكانيات التي وفرتها خلال هذه الطبعة السابعة لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم شان 2022 والتي أجلت ل 2023 والتي كانت ناجحة بكل المقاييس. مثلما انطلق كبيرا يختتم كبيرا، هكذا كان حفل اختتام الشان المشهد نفسه. عاشته الجوهرة الرياضية نيلسون مانديلا أجواء مميزة صنعتها الجماهير الجزائرية والسنغالية كبارا وصغارا نساء ورجالا، غصت بهم مدرجات الملعب الجوهرة نيلسون مانديلا. وفي أجواء احتفالية وحماسية انطلق حفل اختتام شان الجزائر بلوحات فنية مبهرة امتزجت فيها لقاعات الجزائرية بالانتماء الإفريقي والعروض الموسيقية العالمية الراقية. إذن حفل اختتام بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين حضره الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي إلى جانب أعضاء الحكومة وشخصيات رياضية وطنية ودولية بارزة. من جهته أشاد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي في ندوة صحفية بحرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على ترقية رياضة كرة القدم، مؤكدا أن شأن الجزائر هو الأفضل على الإطلاق.
I want to thank President Tebboune for his passion, support, hospitality. I had a very good meeting with him. أود أن أشكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي سخر كل شيء لتطوير كرة القدم الجزائرية، وأشكر رئيس الفاف على كل العمل والتضحيات. فالجزائر بلد عاشق لكرة القدم، وذهب الأنصار بساعات قبل موعد المباراة إلى الملعب لا خير دليل على ذلك، وهو ما جعل هذه الطبعة ناجحة كثيرا. الجزائر مشكورة على هذا الإنجاز التاريخي، سيما وأن المرافق كانت متوفرة والملاعب جميلة جدا وكل شيء كان رائعا. نشعر بالفخر عندما نرى جميع الملاعب ممتلئة بالجمهور خلال مباريات الشان. من جهتي سأقوم بواجبي على أكمل وجه لضمان العدل والنزاهة وبكل شفافية في اختيار البلد المنظم لكان 2025. نريد أيضا أن نجعل كرة القدم الإفريقية عالمية ونبين للشعوب الإفريقية أننا الأفضل من البلدان الأخرى، فقط يجب أن نؤمن بإمكانياتنا لتحقيق الإنجاز. جماهير أبهرت العالم وأكسبت الجزائر رهان التميز. التفاصيل مع وسيلة بعطوش. اللاعب رقم 12 في الشان أصبح رأس حربة لمساهمته الفعالة في قلب موازين المباريات، خاصة لما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني. مدرجات 4 ملاعب احتضنت الشان باتت قبلة للعائلات الجزائرية بمختلف أطيافها، مجسدا حقيقة الثقافة الكروية للمناصر الجزائري الراقي المتحضر. حضر بقوة، ناصر بروح رياضية، مرر رسائل حضارية وتشجيع المنتخبات المشاركة من شأنه أن يولد القوة الناعمة لإظهار مواقف الجزائر الثابتة، ويهتف الجزائر هنا مستعدة بجمهورها لتقول لضيوفها مرحبا. الجمهور رائع، لم أرى جمهورا مضيافا مثله، يشجع الفريقين معا حتى لو لم تكن الجزائر طرفا، وأعجبتنا هذه الأجواء. يوجد جمهور رائع يهتف ويصنع أجواء مميزة، أتطلع أن تكون كأس إفريقيا للأمم بالجزائر. إشادة كبيرة بشغف المناصر الجزائري باللعبة الأكثر شعبية، كيف لا وهو الذي خلق الدفء بتحضره رغم قساوة الطقس، ما أثار انتباه وإعجاب مسؤولي الكاف وكرموهم على طريقتهم الخاصة. أريد أن أشكر شعب الجزائر. كما قلته من قبل، في كل بلدان العالم المشجعون يأتون دقائق قبل بداية المباراة، إلا في الجزائر يأتون باكرا، وهذا ما يظهر جليا حب الجزائريين للعبة كرة القدم، وحقيقة أنا متفاجئ لذلك. الجزائر أعادت الروح لمنافسة الشان ورفعتها عاليا في سماء القارة السمراء، لعبت فيه الجماهير الجزائرية دورا استثنائيا في إنجاحه، تجاوبت معها أفريقيا من شمالها إلى جنوبها لتنصب نفسها سفيرة للمناصر الجزائري والإفريقي عبر العالم. إنها اللحظة الجزائرية بامتياز. الموضوع كان لزميلة سهيلة معوش. الطبعة السابعة لبطولة أمم إفريقيا لكرة القدم اللاعبين المحليين التي احتضنتها الجزائر شهدت أجواء تنظيمية محكمة من خلال ما سخرت له الدولة من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة. طارق بوفليح. هنا الجزائر الأبية، هنا الجزائر عاصمة إفريقيا، هنا تتبدد الفوارق وتزول الخلافات، هنا الحديث عن الإنجازات ومرادفاتها والنجاحات. ثلاثة أسابيع شدت إليها الأنظار في بطولة كانت آيلة إلى الزوال، واستصغرت قبل أن تحط بأرض الأحرار، فاستنشقت هواءها لتعود إليها الحياة، لتحمل ثقلا كبيرا على من سيحتضنها من بعد. وبدلا من أن تلعن الظلام، أوقد شمعة تضيء طريقك. هي هكذا الجزائر في تحديها، لم تترك شيئا للمفاجأة، بل هي من فاجأت وجعلت الملامح في حالة الإبهار. فكما سبق وأن فعلت صيفا، أعادت الكرة شتاء لتعيد الدفء للحزن الإفريقي وترفع آمال القارة عاليا بعد تنظيم للبطولة الإفريقية للاعبين المحليين في مستوى لا ينكره إلا جاحد.
فما وفرته الدولة من ملاعب الألسن وعلى اختلافها وصفتها بكلمة واحدة عالمية. ولأن الحلم هو مجرد حلم ولكن الهدف هو حلم له خطة وموعد نهائي لتحقيقه، فالخطة عمدت على تضييق مجال الصدفة حيث سخرت السلطات موارد مادية وبشرية تضاهي تلك الموجودة في أكبر المحافل الدولية من فنادق ذات الأربعة وخمسة نجوم ووسائل نقل للجماهير والوفود وخطوط جوية على أهبة الاستعداد في المدن الأربعة عنابة، قسنطينة، العاصمة ووهران التي باتت عواصم إفريقية والإعجاب بها على كل لسان، مشيدة بالتنظيم ونجاحه وبروعة الجماهير الجزائرية الاستثنائية والفريدة من نوعها. رسائل الجزائر واضحة، أن سلم المجد ليس مزدحما في القمة، والقوة في الفعل لا القول، والمستقبل عند المحروسة مضمون، فمرحبا مرحبا. والنجاح الباهر والتاريخي للجزائر في تنظيم الطبعة السابعة من الشان تحقق بفضل المجهودات الجبارة التي بذلت من قبل كافة الهيئات والقطاعات المعنية، وأيضا بفضل جنود الخفاء الذين برهنوا على جدارتهم وعلى تحكمهم في تسيير وتنظيم الشان في أبسط تفاصيله، وهو ما يثبت علو كعب الجزائر واستعدادها لتنظيم مختلف المواعيد والاستحقاقات الرياضية الكبرى. عبد السلام حباس. هكذا تصل الصورة للمشاهد، أجواء احتفالية تضمن الفرجة والمتعة. بالكواليس فريق تقني متكامل يضمن الإنارة، ومركز قيادة وتحكم محترف بنظام مراقبة متطور لضمان الأمن والنقل الآني. اشتغل بنظام أوتوماتيكي ويدوي avec système de synchronisation بين ثلاث مولدات كهربائيه اللي تقدر تمون، وفي حاله انقطاع التيار الكهربائي او اثناء المباريات تقدر تمون ملعب نيلسون مانديلا. هذا سي سيستيم جيستيون تكنيك الكتريك دو ستاد ون اون ا سي سورفيلانس دو طول ريزو موين تنسيون. دونك اكتويلمون on est sur groupe électrogène puisqu'on a un match qui va démarrer dans deux heures de temps. Donc on voit ici qu'on est bien en train d'alimenter le stade à partir des groupes électrogènes. ولبث منافسات البطولة ونقل المباريات بأدق تفاصيلها سخرت تجهيزات وإمكانات لضمان خدمة متميزة تصحبها عروض موسيقية لزيادة حماس الجماهير طوال وقت المباراة. عندك لا فيزيون لكاع لي بوزيسيون داخل الستاد هذا. الستاد هذا وشحال فيه؟ فيه اون نيفو في ار دي على الاكستيريور تاع الستاد، والستاد كاع لي نيفو تاعو اس 2 اس 1 ار 0 ار 1 ار 2. شاك زون فيها نومبر دي كاميرا باش تكون عندنا التغطية الشاملة على الستاد. كيما دوكا بعثونا لا ليست تاع لي جوار اللي حيتو كل يلعبوا ندخلوهم في لوجيسيال باش من بعد بعثوهم لي زيكرون باش المشجعين يعرفوا شنو لي جوار اللي هم داخلين يلعبوا. فوالا سا سي لا كونسول دو ستاد اون ميتريز تو لو سون منا باغ اكزومبل عندنا لي بارتي لي ديفيرونت بارتي دو ستاد عندك ويست نور سود ايست اكسيتيرا سونتر اونسويت عندك واش تطلق عندك لا ميوزيك عندك ميكرو على شاك فوا واش من لا كونفيغ دي ديرو فوالا باغ اكزومبل سي اون فيو كوتي سي اون ميزا فوالا فوالا دونك راني ميكسي لي ميور سونتر واش راهو يمشي بوك بوندونس واش يحب الشعب تاعنا راني هنا اون بلان ميكس مثل لي ميوزيك دا مي فيغو نكري اون سارتان امبيونس الشعب اللي هنا في لي تريبون باش كيما نقولو نشعوهم يكونو ساهيين ونساهو الشعب تاعنا. ملاعب بمقاييس عالمية وتنظيم محكم للمباريات بموارد بشرية مكونة أثبتت الجزائر جدارتها باستضافة المنافسات القارية الكبرى.
وضمن المباراة الترتيبية التي جرت أمس بملعب ميلود هيد في بوهران، فاز منتخب مدغشقر على منتخب النيجر بنتيجة 2-0 لتحتل بذلك مدغشقر المركز الثالث في منافسة الشان. استقبل أمس رئيس مجلس الأمة صلاح جوجيل رئيس برلمان عموم إفريقيا فورتون شارومبيرا، حيث تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الهيئتين. كما تلقى رئيس برلمان عموم إفريقيا شروحات حول نشأة مجلس الأمة من خلال معرض للصور يبرز نشاطاته الدبلوماسية. بعد رحلة علاجية بالخارج دامت عامين بتركيا، عاد أمس إلى أرض الوطن الفنان صالح أوغروت المدعو صويلح، حيث استقبل لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين من قبل مستشارين بوزارة الثقافة والفنون وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إلى جانب مسؤولي هيئات ثقافية وفنية. للإشارة، فإن صالح أوغروت كان قد تنقل للعلاج بالخارج بعد أن قرر سيد رئيس الجمهورية التكفل بحالته الصحية. نسلم على كاع الشعب الجزائري وفي موسى مشوارب قلبي الحمد لله. يعطيكم الصحة، تحية الجزائر. ترسيخا للذاكرة الوطنية والمحافظة عليها، أشرف أمس وزير الاتصال محمد بوسليماني رفقة المدير العام للتلفزيون الجزائري وممثلي وزير المجاهدين وذوي الحقوق أشرف على انطلاق تصوير الفيلم التاريخي محمد بالوزداد. العمل السينمائي الذي ينتجه التلفزيون الجزائري يتطرق إلى شخصية البطل الرمز محمد بالوزداد ومسيرتها النضالية الفارقة في تاريخ الجزائر المعاصر. وصال والجواب والتفاصيل. هذا الشارع يحمل اسم أحد أبرز شخصية الوطنية التي حضرت لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وهذه المشاهد هي أولى اللقطات التي تم تصويرها من الفيلم التاريخي الذي يجسد قصة رجل مكافح ومناضل فذ هو محمد بالوزداد. هذا ما لازم باش يلحقوا الرسالة الجيل تاعنا والجيل من بعد الجيل تاعنا، لازم يكونوا هذه الافلام باش يقعدوهما في التاريخ. بابا الله يرحمه كان يحكي لي شويه حكايات على عمي الله يرحمه، بلي هو اللي دار لو بروميي بارتي واسمه لو سي جي بي، منها بدا النظام ومنها كان دون سون اسبري بلي فرنسا دخلت بسلاح تخرج بسلاح. شخصية محمد بلوزات شخصية فارقة وشخصية وطنية وقامة وطنية، كتلة من القيم الوطنية ورجل من الطراز العالي، أفنى حياته في النضال الوطني والتأسيس للخيار الثوري الاستقلالي منذ نعومة أظافره إذا جاز لي التعبير، وأبلى البلاء الحسن في مختلف المراحل الكفاح. الكل هنا على أتم الاستعداد لتصوير هذا العمل التاريخي الذي يؤرخ لحقبة تاريخية ذهبية ويجسد بطولات أحد القادة الأبطال والمجاهدين الأشاوس الذين عزموا على أن تحيا الجزائر حرة مستقلة. اليوم رانا باش نصوروا يعني لقطة من الفيلم وين نوروا العسكر راهم يحوسوا على بالوزداد في هذا المقهى، والفيلم ان شاء الله من نقولوا سبتمبر اكتوبر يكون واجد. مثل هذه الافلام وغيرها من افلام تاريخيه وبرامج تاريخيه للسماح للاجيال باش يكونوا باش يترسخ في ذهنهم ويعرفوا ان الاستقلال اللي رانا نتنعموا به اليوم ما جاش بسهوله، لازم نصون هذه الامانه ونكونوا قد الوعد اللي ضحوا بأرواحهم. الدراما التاريخية التي ينتجها التلفزيون الجزائري إسهام سينمائي ثمين يخلد رموز الثورة التحريرية المجيدة ويحفظ ذاكرة الأمة الجزائرية.
إلى هنا مشاهدي الكرام نطوي معكم أوراق النشرة، نلقاكم في موعد لاحقة في أمان الله.